نحن اليوم هنا من أجل التعليق على هذا القرار الفجائي والأحادي الجانب الذي صدر عن إدارة المستشفى الجامعي بمراكش، الذي يخص تنقيل الأطباء طور التخصص إلى المستشفيات العزل الصحية المحدثة جديدا بمدينتي بن قرير وبن سليمان للتكفل بحالات كوفيد 19. نحن هنا اليوم أولا نؤكد على مساهمتنا والقيام بواجبنا مع كل الجيش الأبيض الذي ظهر خلال هذه الجائحة، ونؤكد أن صحة المواطن المغربي سواء كان مريض بمرض كوفيد أو غير مريض بهذا المرض تهمنا وهي هدفنا في هذا الوجود. إلا أننا نعتبر هذا القرار الذي كما قلنا عنه أنه قرار غير قانوني وتعسفي يصدر بطريقة أحادية دون مشاورة وأخذ بآراء جمعيتنا للتكفل بهذه الحالات يمس بالمصلحة التعلمية للأطباء طور التخصص، الذين نؤكد على أن المكان الوحيد الذي يمكن لهم التواجد فيه هو المستشفى الجامعي تحت مسؤولية أساتذتهم وتحت بالقرب من الوسائل البيداغوجية للتعلم. لا يسعني في الأخير إلا أن أشيد بجميع المجهودات التي أبان عنها الشعب المغربي ملكا وحكومة في ظل هذه الجائحة. أولا أود أن أستغل هذه الفرصة لأوجه تحية شكر واعتزاز وامتنان لجميع الأطر الصحية منها الطبية والتمريضية على ما قدموه ويقدمونه في سبيل القضاء على جائحة كوفيد 19. والحمد لله الأرقام كانت دليلا قاطعا على ما بذلوه من مجهودات وتفاني في العمل وتغييبا للمصلحة الشخصية. نحن اليوم استبصرنا خيرا مساء أمس على القرار اللي خرج ديال مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة بتنقيل مرضى الكوفيد إلى كل من المستشفيات الميدانية ببن قرير وبن سليمان. فقلنا بس زعما خبر جميل كنا ننتظره منذ أسابيع، لأن مرض الكوفيد بقي كان محتل إلى حدود الأسابيع الماضية الطبق الرابع ديال المستشفى الرازي، لعديد من المواعيد تلغات، العديد من العمليات الجراحيه اللي مشاو، وكنتلقاو مجموعه من الرسائل والشكايات ديال المرضى امتى الكونترول ديالي، امتى الرونديفو ديالي. ما الى ذلك حنا كنجاوبوا معاهم، ولكن المريض خصو ضروري يتشاف، هذا من جهه. ونتفاجأ بقرار الاحادي ديال المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش بتنقيل هاد الاطباء المقيمين لهاد المستشفيات الميدانيه، على العلم ان هذا مشكل الصحه العموميه، هذا من جهة. من جهة ثانية أطباء الداخلين المقيمين كانوا ولا يزالون أطر في طور التكوين داخل أسوار المستشفى الجامعي تحت الإشراف التام ديال الأساتذة ديالهم، وما يمكنش يغادروا المستشفى الجامعي. هذا من جهة. حنا يا المرضى الحمد لله اللي كانوا جاوا راه تكلفنا بهم تكاملا مع المجموعه من الاطر الصحيه والتمريضيه اللي كانت، ودازت الامور بسلام، وكانت الامور نسبه الاستشفاء كانت الحمد لله زعما نسبه الشفاء كانت عاليه مقارنه مع باقي جهات المملكه. فالاطباء الداخليين المقيمين اليوم تفاجئوا بهذا القرار ديال الارسال ديالهم للمستشفيات الميدانيه، ونحن اليوم جئنا لنقول لا والف لا لهذا القرار، لان كما قلت لك الطبيب الداخلي والمقيم المكان ديالو هو المستشفى الجامعي، هذه اول حاجه. ثاني حاجه كاين معنا اطباء غير متعاقدين اللي ما عندهمش تامين صحي، وريسكاو بهذا المصطلح ريسكاو في ايامات الجائحه ونصيفطوهم تما ويزيدوا ريسكي، وحنا ما غاش نقبلوا هذا الشيء. وكنا كنطالبوا منذ الازل باش تصحح هذا الشيء ديال التامين. ومشكل اخر اللي كاين، لانه كنظن تا واخا نشير ليه، ديال التعويضات الهزيله ديال سنه 2019 اللي مازال ما تلقاوهاش، رغم ان هاد الاطباء هادو راه فيهم ارباب اسر، فيهم اللي عندهم مرضى الله يشافيهم، وباقي سياسه التسويف ديال الاداره اليوم غدا وما جا ما كاين والو، سياسه التسويف منذ 6 اشهر 2019 دابا 6 شهور مازال ما كاين حتى شي حاجه. هذا من جهه. من جهه ثانيه الاطار القانوني ديال انني نرسل طبيب داخلي او مقيم مشفى ميدانيه ما كاينش. فالطبيب الداخلي والمقيم بلاصتو المستشفى الجامعي لانه اطار في اطار التكوين. حنايا لن ولم نرفض بتاتا
خدمة المواطن المغربي اللي فيه الكوفيد، فخدمنا معه في مستشفى الرازي لمدة شهرين أو أكثر، كانوا العائلة ديالنا مقيوسين، كانوا أصحابنا وما إلى ذلك، وحنا مستعدين أننا نعاود نخدموا لا قدر الله رجعت الجائحة وما إلى ذلك، ولكن كما كنقولوا في داخل أسوار المستشفى الجامعي وتحت تأطير الأساتذة ديالنا. غير بغيت نشير بأن القرارات الأحادية ديال الإدارة المستشفى الجامعي حنا ما كنقبلوهاش. حنايا هنا باش نشوفوا قرارات مشتركة اللي غادي تزيد المستوى الصحي ديال المستشفى الجامعي وديال جهة مراكش أسفي القدام، وما عمرنا قلنا لا لشي حاجة اللي منطقية ومعقولة اللي غتنفع المواطن المغربي. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.